الأنيميا مهمة جدا جدا لأنها تصيب عدد كبير جدا من الناس في العالم وبالذات في مصر. ليه؟ لأن التشخيص مش واضح، والأنيميا في مخ دكاترة كتير جدا هي كبسولات حديد بس، يعني عنده أنيميا ياخد حديد، وده طبعا خطأ شديد جدا جدا. الأنيميا تبدأ بالتعريف، الأنيميا نبدأها بالتعريف. ما هو تعريف الأنيميا؟ أغرب تعريف في الطب، أغرب تعريف في الطب. ليه؟ هتشوفوا دلوقتي. أما أعرف نقص الصوديوم أحط رقم، أقول لك إذا الصوديوم نزل عن 135 ملي إكويفلنت يبقى عنده نقص صوديوم. نقص البوتاسيوم نزل عن 3.5 يبقى نقص بوتاسيوم. كالسيوم نزل عن 9 يبقى حطت رقم. فأنا متوقع المشرعين اللي حطوا لنا الطب يحطوا لنا رقم. ما حطوش رقم. ليه؟ لأن مفيش إنسان زي التاني. فقالوا حاجة جميلة جدا جدا، قال لك نقص أحد ثلاث حاجات هتكلم عليهم كويس جدا دلوقتي، تحت ما هو أنت كطبيب تتوقع. أنا قدامي عيان، أنت متوقع له رقم كام؟ كذا. هو أقل من الكذا ده يبقى عنده أنيميا. فاهمني؟ إذن المشرع ما حطش رقم، قال لك تحت ما تتوقع. طب في إيه؟ عندك ثلاث حاجات بص فيهم. تعرفين الدم ده عبارة عن إيه؟ عن كوباية مية مدوب فيه ثلاث أنواع من السبح. عندي سبحة حمراء وسبحة بيضة وسبحة زرقاء. تفكيت السبح ورحت راميهم في المية، هو ده الدم. الحبوب الحمراء بتاعت السبحة دي كرات دم حمراء، الحبوب البيضة دي كرات دم بيضة، الزرقاء دي صفائح دموية. ادي الدم. الدم عبارة عن سائل بيعوم فيه ثلاث أنواع من الخلايا. خلايا لونها أحمر سميناها كرات حمراء، خلايا لونها أبيض سميناها كرات بيضة، صفائح دموية سميناها صفائح دموية. كل واحد من دول له وظيفة، وظيفة مستقلة. ولازم هنا تقول سبحان الله، سبحان الله، ان كل واحد مع ان الثلاثة ماشيين في مجرى واحد. ده يختص بالمناعة ومقاومة ميكروبات، ده يختص بنقل اكسجين، ده يختص بالتجلط. ثلاث انواع خلايا في سائل كوباية مية رميت فيها ثلاث انواع من حبوب السبحة، حبوب حمراء وحبوب بيضة وحبوب زرق. هذا هو الدم. فقال لك الأنيميا نقص حاجة من ثلاثة، نمرة واحد عدد كرات الدم الحمراء. السبحة ناقصة، كان لازم تبقى 100 حبة، أنا حطيت في المية 50 حبة، أو ده أنيميا نقص كرات الدم الحمراء. طب كرات الدم الحمراء شايلة إيه؟ شايلة حاجة اسمها هيموجلوبين، شايلة حاجة جواها اسمها هيموجلوبين. قال لك نقص الهيموجلوبين، ده نمرة اتنين. واحد هيسألني سؤال منطقي جدا يقول لي مش لازم لما الكرات الحمراء تنقص ينقص الهيموجلوبين؟ اقول له جايز بس مش بنفس النسبة. يعني ايه؟ مخبز في حي 6 اكتوبر في مخبز بيجيله 15 شوال، خلي بالكم الارقام، 15 شوال دقيق يطلع 5 مليون رغيف. تاني بيجيله 15 شوال دقيق يطلع 5 مليون رغيف. فالمفروض لو صاحب المخبز أمين جاله 7.5 شوال يطلع 2.5 مليون رغيف، لأن اديته نص الكمية. ساعات الجسم يعمل غير كده، يضحك علي، أنا مديله 7.5 شوال عشان يعمل 2.5 مليون، لا يعمل 3.5 مليون فيخدعني. يبقى لازم قياس الهيموجلوبين جنب قياس العدد، لأن العدد قد يخدعني. يبقى العدد كبير لكن بيضحك علي. في هذه الحالة صاحب المخبز عمل إيه؟ طلع الصغير، صغير ضحك علي. كذلك الجسم ممكن يطلع خلايا حمراء أصغر من اللازم لكن عددها مش بطال، لكن الواقع إن أنا اتغشيت. ومن هنا قياس الهيموجلوبين
اللي هو جوه الخلايا مجموعه هيبقى ناقص، حتى لو العدد كبير لكن مجموعه ناقص. اظن واضحه. ادي طريقه. او نمره ثلاثة، وهي ادق الطرق، وهي ادق الطرق في حساب الانيميا، العين ده عنده انيميا ولا ما عندوش، دي ادق الطرق. انا رحت على الترعه في الارياف ورحت عامل ايدي كده، عكرت الميه، ورحت واخد كوبايه ميه معكره وسبتها ساعتين ثلاثة، كل الطين اللي في الميه هينزل يرسب، وتفضل الميه رايقه فوق الطين. اللي حصل في ميه الترعه بيحصل في الدم. لو جبت دم وسبته، الكرات الحمراء هتترسب ويفضل فوق الميه اللي عايش فيها، اللي احنا بنسميها البلازما. تمام؟ يشغل قد ايه الدم في الحجم يعني؟ تخيلوا نصه. تخيلوا نصه. يعني لو جبت دم وسبته، نصه خلايا حمراء. هو مش نصه، هو 45% و 65% ميه. طب مش ده قياس كويس؟ لو لقيت ال 45 دي قلت، يعني الميه زادت على حساب الخلايا، يبقى عندي انيميا. يبقى الانيميا هبوط في احد ثلاثه اختارهم انا، اما الهيموجلوبين، واما عدد الخلايا الحمراء، واما حجم الخلايا المكثف، اللي هي ثالث واحده. حجم الخلايا المكثف، لو انا سبت دم، الخلايا المكثفه تشغل قد ايه من هذا الحجم ده؟ النسبه دي تفيدني جدا جدا في تشخيص الانيميا. كويس. طب الى الان ما قلناش تحت كام؟ قال لك تحت انت ما تتوقع. طب ايه يعني سايبنا كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ لا. ايه احسن منشط لعمل الخلايا الحمراء اللي هي كرات الدم الحمراء؟ احسن منشط لها نقص الاكسجين. نقص الاكسجين بمعنى ان لو خبط الاكسجين، سبحان الله، كرات الدم الحمراء تزيد، لان هي وظيفتها شيل الاكسجين. فالاكسجين نقص، لا ازود العدد عشان اقدر اشيل اكبر كميه ممكن. انا مره كنت في رحله زمان من 30 سنه الى صنعاء. صنعاء عاليه جدا، فشفت كذا مريض، فلقيت الهيموجلوبين عالي، فانا ما اعرفش انها عاليه جدا صنعاء. احنا ركبنا الطياره ونزلنا، فبقول لاستاذ في كليه الطب هناك زميلي، بقول له الهيموجلوبين عندكم عالي قوي. قال لي ما احنا فوق السحاب، فالاكسجين ناقص. طيب البيبي جوه بطن امه اكسجينه طبيعي ولا ناقص؟ هو خلي بالكم الكلمه عشان ما تتقولوش عليا، هو نسبيا ناقص. هو نسبيا، هو رايح له الاكسجين عن طريق الحبل السري، لكن نسبيا ناقص، مش الاكسجين اللي باخده ببقي. وبالتالي متوقع ايه في هيموجلوبين ينزل في طفل جديد نوفي؟ عالي عالي، ما تتخضش. يعني في دكتور يروح يزعج الام، لا يا ده الهيموجلوبين بتاع الطفل عالي جدا او عالي، يقول له لا سيادتك غلطان. ليه؟ لان الهيموجلوبين ساعه الولاده بيبقى عالي برقم قد يخضك. الدم اللي اتعمل في الطفل ده لازم يتكسر ويطلع بداله. يفضل يتكسر يتكسر عند سن 9 سنين، يوصل للنص. يوصل للنص. تمام؟ من 9 ل 10 يعني. طب كويس. نيجي لدكتور تاني غلط، شاف طفل سنه 9 سنين، لا هيموجلوبينه واطي. يقول للام ده عنده انيميا. لا يا استاذ، ده ما عندوش انيميا. هو اتولد 18 جرام وفقد النص، فعند سن 9 سنين زي ما بنحفظ الطلبه 9 9، هو عند سن 10 سنين 9 جرام. 9 جرام في هذا السن طبيعي. ليه؟ لانه بيكسر، ثم يبدا في الارتفاع الى ان يصل سن البلوغ ما بين 12 الى 14. ما بين 12 الى 14. انا قلت ثلاث ارقام، 18 9 13. 18 عند الولاده، 9 عند سن 10 او 9 سنين، 13 عند سن البلوغ. ودي الغلطة الشديدة جدا لبعض الأطباء يغلطوها، إن عند سن 9 و10 لو لقى الهيموجلوبين واطي شوية يفزع الأم بدون أي مبرر. هقول جملة مهمة جدا، الأنثى تقل عن الذكر بجرام لجرام ونص. بص اللي جاية دي بقى، في جميع الأعمار، في جميع الأعمار الأنثى أقل من الذكر.
فمن هو الغلطان؟ الغلط يخش فيه السجن اللي يقول لك نقص المرأة عن الرجل بسبب الدورة. نقول له يا ابني دورة ايه؟ ده قبل ما تبتدي الدورة كانت الأنثى أقل من الذكر، فهي بسبب هرمونات. إنما لو الدورة تسببت في نقص الهيموجلوبين تبقى السيدة دي مريضة. مش ده الطبيعي، تبقى مريضة إن الدورة وقت طويل أو بتقعد أيام كتيرة أو بغزارة تبقى مريضة. إنما الإنسان الطبيعي الأنثى أقل من الذكر بجرام لجرام ونص في كل الأعمار. يوم ما اتولدت كانت أقل بجرام لجرام ونص، قبل البلوغ بجرام لجرام ونص، عند البلوغ بجرام لجرام ونص، فرقم الأنثى هو أقل من رقم الذكر. يبقى احنا اتفقنا إن المشرع ساب لي أحقية التشخيص. لسه بقى حاجة مهمة جدا جدا، نظري بيقل بالسن. الراجل اللي سنه 70 سنة نظره أقل من واحد سنه 40 سنة، والسمع بيقل بالسن. راجل سنه 75 سنة سمعه أضعف من واحد سنه 40 سنة، ووظائف الكلى بتقل بالسن. اللي عنده 70 سنة بنخاف عليه في الصبغات، لأن هو أي نعم طبيعي في الأرقام، لكن كوظيفة هي أقل شوية. تمام؟ هل نخاع العظم كده يقل بالسن؟ يعني لما الاقي راجل 75 سنة والاقي الهيموجلوبين ناقص اقول اه عشان كبر؟ لا لا، نخاع العظم شغال الى نزول القبر، ما يقلش بالسن. عشان كده كبير وهيموجلوبين ناقص يبقى مريض. فاضل بقى حاجة، مشكلة كبيرة جدا جدا، عيان وصل العناية المركزة ضغطه واطي، أول حاجة يعملها الدكتور يروح معلق له محاليل، مثلا يعلق له محلول ملح، عشان إيه؟ أول حاجة بيعملها. طيب الكوباية دي فيها سكر ورحت مزود عليها مية، هل أنا شلت السكر من الكوباية؟ الواقع لا، لكن لو دقتها ليها مسخة. أنا عملت ظاهرة علمية كل الناس عارفها اسمها التخفيف، أنا خففت السكر بمية. طب ما المحلول اللي دخل كده هيعمل نفس القصة، هيخفف الهيموجلوبين. عشان كده في تعليمات صارمة في العناية المركزة عندي، صارمة، خد عينة الدم وبعدين اتصرف. العين دخل اسحب له عينة الدم الأول واتصرف. ليه؟ أنا ممكن الراجل ده أغلط فيه غلط شديد جدا، هو علق 500 سنتي ملح وخدت عينة الدم هلاقي الهيموجلوبين واطي جدا، قد يبقى 7 جرام، فابتدي عامل المريض على كده وانا غلطان، لان هذا الدم دم مخفف. وللاسف المعمل ما عندوش الطريقه اللي يقول الهيموجلوبين ده واطي عشان مخفف ولا واطي عشان واطي. تمام؟ يبقى هذا لازم نخلي بالنا. هل عندك تاخد له عينه وبتعلق له محاليل؟ يبقى هيطلع الهيموجلوبين واطي، خادع. انا بضحك على الدكتور. هنيجي بعد كده للعنوان الثاني، وهو أجمل العناوين في هذه الحلقة، أسباب الأنيميا. إيه اللي ممكن نخلي الواحد يبقى عنده فقر دم؟ على فكرة كلمة فقر دم مش دم كامل، احنا عندنا 3 أنواع من حبوب السبحة هنا، حمراء اللي هي كرة الدم الحمراء اللي بتكلم عليها، وبيضة كرة الدم البيضة اللي ما اتكلمتش عليها، والصفائح اللي ما اتكلمتش عليها. بتكلم على كرات الدم الحمراء اللي هي بتشغل معظم الدم، لأن عددها كبير. في الطبيعي تصل إلى الملي المكعب 5 مليون، في الملي المكعب 5 مليون، إذا قورنت بالكرات البيضاء اللي هي 5000، شتان بين كلمة 5000 و5 مليون. فالكرات الدم الحمراء دي إيه اللي نقصها؟ تعالوا ناخد مثل سهل جدا وبسيط جدا يوصل الفكرة لدماغي، سهل جدا. أي ست من اللي سمعاني عايزة تعمل بسلة عشان جوزها بيحب البسلة، هتنزل السوق تشتري إيه؟ مش معقول سبانخ هتشتري بسلة، خلي بالكم اللي بقوله، وجزر وطماطم وبصل وتوم، وجايز تجيب لحمة وملح وفلفل. أنا قلت 8 حاجات. لو نزلت تشتري الحاجة
طلعت حاجة ناقصة. هتطلع بسلة بس مسخة، يعني بسلة من غير ملح مش حلو، بسلة من غير جزر مش ده ايديال، بسلة من غير طماطم هو أنا عيان أكل مسلوق، بسلة من غير لحمة واحد هيقول إيه اللي بيحصل ده، تمام؟ فلازم التمن حاجات عشان أعمل بسلة. بتروح البيت لازم إيه اللي موجود في البيت عشان تعمل بسلة؟ حلة. ملقتش حلة باظت الدنيا، باظت. طيب جوزها اتخانق معاه لا قدر الله، يعني لا قدر الله، وعايز يغيظها، هيعمل حاجة من اتنين، يا يمسك البسلة يرميها من الشباك، يا يرمي البسلة على الأرض ويفعصها برجليه. هذه هي الأنيميا. أربعة. واحد، أنيميا النقص، في حاجة من التمانية مش لاقيها. عشان أعمل كرة حمراء عايز حديد وبي 12 وحاجة اسمها فوليت وفوليك أسيد وفيتامين سي، سي وغدة خضرقية، تمانية. طب حاجة ناقصة هتتعمل مش حلو. طب راحت الحاجات دي ما لقتش الحل، طب هو الدم بيتعمل فين؟ في نخاع العظم، مفيش نخاع عظم، بايظ، ادي انيميا تاني. طب جوزها رماها من الشباك، نزفت، نزفت، فقدت اللي عملته كله، البسله اللي عملتها فقدتها، او بغيظها بكسرها اللي هي التكسير، ساعات الكره الحمراء تتكسر جوه الدم، ودي امراض معروفه كتير جدا. اذا عندي اربع انواع انيميا مهمه جدا. واحد، انيميا النقص. اتنين، انيميا المصنع، المصنع مش موجود. تلاتة، انيميا النزف، بنزف. والنزيف نوعين، يا اما نزيف مزمن قليل، يا اما نزيف حاد حادثة عربية، يا اما انيميا التكسير اللي هي معظمها عيوب وراثية، زي بالظبط الناس اللي بتسمع كالفول وجرى له حاجة. الفول عمل ايه؟ كسر الخلايا الحمراء، خلاها تتكسر ويطلع منها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين سبحانك الله يا رب، سبحان الله، والله سبحان الله. الهيموجلوبين مادة سامة، الهيموجلوبين مادة سامة. والخلايا الحمراء مش خلايا، ده احنا بنضحك عليكم ان احنا نقول خلية حمراء، لا، الخلية لازم فيها نواة، الخلية من صفاتها فيها نواة. الخلية الحمراء اللي انا مسميها خلية حمراء ما فيهاش نواة، ولذلك بعض الناس مهمة جدا يقول لك دي كرة حمراء وليست خلية. أي خلي بالك من اللي جاي، هيموجلوبين جوه كيس نايلون. ليه؟ لأن الهيموجلوبين سام، فربنا بيحميك منه بالكيس النايلون. يقول لك طب ربنا عمله كده ليه سام؟ هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تلقط الأكسجين وتمشي بيه، التركيبة دي. طب ما هي سامة، بدل ما نخلي الهيموجلوبين ماشي في الدم كده، لا هنحطه في كيس نايلون عشان ما يضركش وما يضرش الكلى بالذات. لو كيس النايلون فرقع هي دي انيميا تكسير. لو فقدت دم، واحد عنده بواسير، واحدة ست عندها الدورة شديدة، واحد عنده قرحة في المعدة وبينزف، واحد عنده دوالي مريء وبينزف، هذا هي انيميا النزف. واحد حادثة عربية وفقد لترين دم، هذه انيميا النزف. المصنع بايظ، انيميا المصنع دي اخطر انواع الانيميا. طب نعرفها ازاي؟ هو المصنع بيعمل كرات حمراء بس؟ اسف، ده بيعمل كرات حمراء وكرات بيضاء وصفائح، غالبا التلاته ناقصين. اذا لما اشوف تحليل دم الاقي عنده انيميا نقص كرات حمراء، انط بعيني مباشره على الكرات البيضاء والصفائح، لقيت التلاته ناقصين اقول ده المصنع بايظ. ودي ألعن أو أسخف، بلاش ألعن لأن بتعالج، أسخف أنواع الأنيميا. أنيميا النقص المهم قوي قوي فيها نقص الحديد، مهم جدا، نقص به 12، وبه 12 هنقول سبحان الله، وفي الحديد هنقول سبحان الله. نقص الفوليت اللي هو الفوليك أسيد، نقص البروتين يعمل لي أنيميا. فكل الحاجات دي أسباب عديدة للأنيميا. لو اتكلمنا عن المظاهر بتاعت الانيميا، العين جاي يشتكي من ايه؟ ولا شكوى لها علاقه بالانيميا، ولا شكاوى عامه كده. يجي واحد يقول لك انا مش انا، يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا ما بقتش انا. طيب واحده ثانيه، انا ضعفانه جدا، انا مش، انا كنت اقف في المطبخ بالاربع ساعات، دلوقتي ما اقدرش اقف ساعه،
طب انا كنت بطلع السلم، ما بقتش اقدر اطلع السلم، انا بنهج. كل الاعراض دي مشتركه مع جميع الامراض. يعني اللي عنده قلب لا قدر الله عنده نفس المشاكل، لا قادر يطلع السلم وبينهج ومش قادر يقف في المطبخ وكل كلام. فالاعراض الانيميا اعراض عامه وليست تشير الى شيء. قد المريض نلاقيه شاحب شويه، قد العيان نلاقي طحاله كبير شويه في بعض الانواع، قد نلاقي عنده تغيرات في ضوافره تشير، قد يكون عنده التهاب في اطراف الاعصاب. كل انيميا واخده حاجه من دول. انما ممنوع بتاتا ان انا اشخص انيميا وعالجها في العياده. لازم المعمل يشاركني للتشخيص، لازم. حتى لو الامور واضحه يا اخوانا، حتى انيميا نقص الحديد هي الانيميا الوحيده اللي تغير الضوافر. طب ما جايز كان عنده نقص حديد وبقت مشكله اكبر بنقص حاجه تانية. لازم المعمل شريك اساسي وشريك هام جدا في تشخيص الانيميا. فالانيميا كشكوى مشترك مع جميع الامراض. انتفاخ، تخيلوا، يقول لك انا عندي انتفاخ، عندي وجع في المنطقه دي، عندي دوخة، عندي دوار مش بس دوخة، حاسس دقات قلبي. كل دي أعراض لأنيميا وهي يعني ليست مباشرة أو مش يعني مثلا في شكاوى بتبقى باينة قوي، إنما ده ما تبقاش باينة خالص خالص. طيب نكشف عليه، طبعا طبعا هنكشف عليه، هنكشف عليه. هنلاقي إيه؟ هنلاقي شاحب شوية، شوية تغيرات اللي قلت عليها، قلبه أسرع من الطبيعي، الدورة الدموية أسرع من الطبيعية، ودي طبعا بتضايق جدا جدا. مين تضايق؟ مين؟ مريض القلب. مريض القلب لو جاله أنيميا تقريبا كده ما يخفش. الأول صلح الأنيميا وبعدين فكر في القلب. بمعنى أنا جالي عيان عنده هبوط في القلب وما خدش بالي إن هيموجلوبين واطي، مهما اديته في علاج ما يخفش. ليه؟ لان في الانيميا القلب سريع جدا جدا، والسرعه دي لصالحك، دي لصالح المريض.